انت قلت لي انه من اسبابه المناعه، تمام. هل في اسباب اخرى ولا هو بالاساس مرض مناعي؟ هو بالاساس مرض مناعي، بس ايه التريجرنج فاكتور، ايه الحاجه المحفزه لان جهاز المناعه المحركه اتلخبط؟ للحكايه. انا ملاحظ ان في الفتره اللي فاتت بقت ناس كتير بتشتكي منه، اللي هم الطائفه بتاعت البنايين والصناعيه اللي بيتعرضوا للشمس لفترات طويله، وبالذات من اصحاب البشره السمراء شويه، يعني دي تقريبا دي اكتر ناس ابتدت تشتكي الفتره اللي فاتت من البهاق. وهو الابحاث العلميه الاخرانيه بتتكلم على ان مريض البهاق يا ريت اشعه الشمس من 10 الصبح ل 3، ما بقاش متعرض ليها كتير، من 10 الصبح ل 3. ل 3 ده الجود ذروه الشغل للاسف، هو ده بالظبط، دي مشكله يعني. انما لان الاشعه في الوقت ديت مش مفيده، بالعكس، وبعدين هتحتاج ان هي المريض يعمل نوع من الوقايه. طبعا العمال للاسف ما يقدروش يعملوا هذه النوع من الوقايه، نجيب كريم واقي شمس ويبقى طبعا وسط العمال، يعني هيجيب ياكل، هيجيب ياكل. فخلينا واقعيين، ده مش هيحصل طبعا. فدي للاسف المشكله الكبيره. في ابحاث تانية ربطتها بالاكل، يعني في ابحاث اخيره اتكلمت على ماده الجلوتين اللي موجوده في الدقيق الابيض، وان هي بتلخبط جهاز المناعه عند امتصاصها في الامعاء، فبتثير خلايا البهاق ان هي تشتغل. وسبحان الله برضو في حاجات تانية زي الكاري في الهند بيقلل التعرض للبهاق، رغم ان الهند من اكبر الدول في العالم اللي فيها بهاق يعني. بس لقوا حاجة غريبة، لما تستهلك كميات قليلة فانت بتخف، لما تستهلك كميات كبيرة الموضوع بيزيد. بيزيد. طب ودي ليها تفسير ولا لسه ما؟ والله هو لسه الابحاث العلمية بتخطو، يعني كل يوم احنا عندنا حاجة جديدة. وكل يوم بنطور حاجة جديدة، يعني جراحات البهاق بالشكل اللي حضرتك شفته في العلاج في الصورة ما كانش كده، كان موضوع اصعب من كده بكتير، وبياخد وقت تفاصيل كتيره. يمكن مجموعه يعني بحثيه عندنا في المنيا طورنا كده طريقه لفصل الجلد. احنا لنا في الاطراف اهي. دي من اصعب الحالات اللي احنا اشتغلناها بصراحه. عندنا صعب جدا ان انت تنقل الجلد على حته متحركه فيها مفاصل وحتت صغيره زي كده، بس زي ما بيقولوا حضرتك احنا طورنا طريقه لفصل طبقات الجلد بالكهرباء. ودي اول مره تحصل في العالم. ان احنا بنفصل طبقه خارجيه من الجلد ونحط رقعه من طبقه سليمه ناخدها ونحط رقعه، وبنستخدم حاجه بسيطه، فاكر زمان واحنا صغيرين كاسات الهواء اللي كانوا بيعملوا بيها الحجامه والحاجات دي، حجامه. بنفصل بيها طبقه من طبقات الجلد. بالفلسفه بتاع الحجامه دي بالظبط كده. لا مش احنا ما بندخلش في قصه الحجامه، احنا بس بنحط الجهاز ده كنوع من الشفط لطبقه من طبقات الجلد، بناخد الطبقه دي وبنشيل الطبقه الميته بتاعت الجلد بالطريقه بتاعتنا ونحط دوت. الموضوع اسهل، اسرع، تكلفه اقل. وده قدمناه في اول مره اتقبل، كان في امريكا في الامريكان اكاديمي للامراض الجلديه، الاكاديميه الامريكيه للامراض الجلديه في 2016. كانت المجموعه بتاعتنا مقدمه اربع ابحاث. واتقبلوا الاربعه مره واحده، ودي كانت اول مره. ده يعني ده مجهود مصري. لا احنا ابتكار مصري اتقدم في امريكا في 2016. وهم بتقبل بمعنى انه بيبقى بتعمم يعني. انا لا اجرؤ ان انا اقعد مع حضرتك هنا واتكلم الا لو كانت اتقبل. طبعا. يعني وانا واثق من ده يعني، يمكن عشان كده يعني قاعدين مع بعض، انا واثق من ده طبعا. يعني هو الواحد لازم ادام بيقول حاجه لازم يطبقها على نفسه الاول، فطبعا لولاش ان العلاج يبقى مقبول في مؤتمر عالمي او مجله عالميه محترمه، لولاش ان حد ده حاجه بيتكلم من 2016 يعني، داخلين اهو. احنا الحمد لله كل سنه عندنا حاجه جديده بنعملها يعني.